السلام عليكم. بطل النهاردة مختلف حبتين، كوكتيل فريد من نوعه، ممثل ومخرج ومنتج أفلام هندية. مهما اتفرجت على أفلامه ما بتملش منها، كل حاجة بيعملها بتكون لهدف وخطة ودراسة قبل ما تحصل. يلا بينا نعرف أكتر عن عامر خان، الشخص الأقرب للكمال في بوليود. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. كان مهدد دايماً إنه يطرد من المدرسة لظروف والده المالية الصعبة اللي كان بيتعرض ليها في الوقت ده. أبوه كان منتج وعمه مخرج وأخوه ممثل، كان من السهل عليه يدخل مجال التمثيل. موهوب ومتميز ومبدع من صغره، بدأ رحلته الفنية وهو عنده 8 سنين. ما خدش التمثيل على إنها مهنة يجيب منها فلوس كده وخلاص، مع مرور الوقت ساب بصمة وعلامة مش بس في تاريخ السينما الهندية، لا في العالم كله. كان بيوجه رسالة من كل فيلم بيعمله، انك ممكن تحقق وتعمل اللي انت عاوزه، انت مش مجبر على انك تمشي مع القطيع. حابب حاجة ونفسك فيها، ايه اللي منعك انك تعملها؟ ومن حبه واتقانه لشغله وعلشان رسالته توصل بكل صدق، كان بيتحكم في وزنه علشان يناسب الدور اللي هيعمله، ويمثل الادوار اللي وزنه زايد فيها الاول وبعدين يرجع يظبط جسمه من تاني ويكمل بعدها عادي ووزنه وصحته كويسين. وحتى وهو بيساعد المحتاجين مبدع في الطرق اللي بيستخدمها. في بداية الكورونا وبالتحديد في شهر رمضان سنة 2021 كان عاوز يوزع فلوس أموال الزكاة على الفقراء والمحتاجين، جاب أطنان من الدقيق وقسمها وحط جوه كل كيس مبلغ كبير من المال. بيبيع كيلو دقيق واحد بسعر رخيص جدا، كان عادي خالص بالنسبة للناس اللي معاها فلوس، بس في ناس تانية هي محتاجاه علشان تعمل بيه شوية عيش في بيوتها تسد بيه جوعها. وقدر من خلال الفكرة العبقرية دي ان يوصل الفلوس للي محتاجينها بالفعل. ولسه عنده اصرار وعزيمة وارادة انه ما ياخدش التمثيل مهنة وخلاص، ومستمر في توصيل رسائل مفيدة بشكل مبدع ومبتكر وباسلوب فريد. ولو حابب اننا نتكلم عن حد معين قولنا عليه في التعليقات، وما تنساش تقولنا رأيك وتشارك الفيديو لو عجبك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.